المتاحف المصرية التعليمية بداخل جامعة عين شمس. الهدف من إنشاء المتحف هو هدف تعليمي لخدمة أبناء وطلاب جامعة عين شمس وكل المتخصصين في الحضارة والآثار والتراث المصري. طبعا احنا داخل قصر الزعفران التراثي الأثري، طبعا هو القصر مسجل في إعداد الآثار الإسلامية والقبطية منذ سنوات، وكل ما في جنبات هذا القصر مسجل تسجيلا أثريا. فكرة إنشاء القصر جاءت من إدارة الجامعة لإنشاء متحف يخدم أبناء جامعة عين شمس. كانت الفكرة منذ سنوات وتم تنفيذها في عهد وإدارة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. تم افتتاح المتحف في 9 مايو 2023. طبعا احنا في قصر الزعفران، وممكن ندي نبذة سريعة عن قصر الزعفران منذ ان انشأه او انشأ هذه المنطقة جميعا محمد علي الكبير مؤسس مصر الحديثة الذي حكم مصر من 1805 حتى 1849. وكانت يوجد مكان هذا القصر قصر الحصوة، ثم بعد ذلك آلت ملكية هذا المكان بالوراثة لأفراد الأسرة العلوية حتى جاء عباس الأول الوالي عباس الذي جاء خلفا لمحمد علي، وتم إنشاء حي العباسية جميعا ونسب إلى عباس الأول خليفة محمد علي في حكم مصر. ثم توالت بعد ذلك القصر بالوراثة إلى أن جاء الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر وهو المؤسس الثاني لمصر الحديثة، وأهدى هذا القصر لوالدته خشيار هانم، وتم زراعة نبات الزعفران حول هذا القصر حتى يكون تهدئة لنفسيتها التي مرت بها في ذلك الوقت. ثم أعيد بناء هذا القصر مرة أخرى لمن زوجتي أو أرملتي الخديوي إسماعيل عندما عزل، وهما جنان يار هانم وجشم إفت هانم، وكان هذا في سنة 1901-1902. وكان المصمم لهذا القصر أو إعادة بناؤه هو المعماري الأشهر في مصر وذلك الوقت هو أنطونيو لاشياك، وتم إهداء هذا القصر إلى روح الخديوي إسماعيل ووضع المونوجرام الخاص بتاعه اللي هو أول حرف من الخديوي إسماعيل اللي هو الآي. طبعا إحنا في الخلفية شجرة أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي الذين حكموا مصر من 1805 حتى سنة 1952، وانتهى الملكية المصرية في 18 يونيو 1953. كمان احنا عندنا في الخلفية صورتين او لوحتين لأرملتي الخديوي اسماعيل وهم جنان يار هانم وجشم إفت هانم الذين اصروا على اعادة بناء هذا القصر واهداؤه الى روح الخديوي اسماعيل. طبعا القصر في المكون من 3 أدوار والدور الأرضي أو البدروم. إحنا مكان المتحف في البدروم المخصص لخدمة أبناء جامعة عين شمس وأساتذة جامعة عين شمس، في داخل القاعة الرئيسية للعرض المتحفي في متحف الزعفران. طبعا زي ما انتم شايفين ان احنا بنعرض المتحف مقسم الى عدة عصور تاريخية وأثرية، بنحاول نعرض ثروات وكنوز الحضارة المصرية القديمة في جميع عصورها من العصور الفرعونية من الحضارة المصرية القديمة مرورا باليونانية الرومانية ثم المسيحية ثم الإسلامية ثم العصر الحديث. كمان احنا عندنا حاجة مهمة جدا، احنا بنتكلم على متحف داخل قصر تاريخي مسجل في إعداد الآثار الإسلامية والقبطية، وهو كمان ملاذ هام جدا لكل دارسي ومحبي الدراسات التاريخية والأثرية والإرشاد السياحي في مصر، وده فرصة كويسة جدا للمتخصصين بداخل جامعة عين شمس ان هم يكونوا عندهم متحف متخصص في الحضارة المصرية القديمة. المتحف مقسم لعدة عصور تاريخية، ومن أهم القاعات الموجودة في المتحف هي قاعة التكنولوجيا أو التراث المتحفي الرقمي اللي متحف الزعفران بيتميز بها. عندنا مجموعة من التاتش سكرين أو شاشات العرض التفاعلية، كمان عندنا هولوجرام بيعرض أيقونة الحضارة المصرية أو جميلة الجمالات في الحضارة المصرية هي نفرتيتي، ومجموعة أخرى من التماثيل التي تخص الحضارة المصرية القديمة. كمان بنعرض بردية هي من أهم البرديات الطبية في الوصفات الطبية وعلاج بعض الأمراض في تلك الفترة الهامة، هي بردية إبرز، وهي كانت
كوبي منها معروض عندنا في متحف الزعفران، واللي هي اهداء من الحكومة الألمانية والمكتبة الألمانية في الخارج. كمان عندنا تاتش سكرين أو شاشة تفاعلية لحكام أسرة محمد علي، ونحن عارفين أسرة محمد علي كان لها سبق تاريخي في إنشاء مصر الحديثة منذ محمد علي الكبير الذي حكم مصر من 1805 حتى وفاته 1849، مرورا بحكام مصر سواء ابنه إبراهيم باشا الذي حكم لشهور عديدة، ثم آل الحكم مرة أخرى لمحمد علي، ثم تولى عباس الأول وكان الفرمان العثماني لأكبر أبناء الأسرة العلوية سنا. وطبعا احنا عارفين عباس الأول الذي كان له بعض الأشياء الغريبة في ذلك الوقت، وقتل في قصره في بنها، وقال الحكم بعد ذلك لابن محمد علي الكبير محمد سعيد، ثم بعد محمد سعيد كان الوالي، ثم الخديوي إسماعيل الذي بنطلق عليه المؤسس الثاني لمصر الحديثة، وبناؤه مرة أخرى على أنقاض قصر الحصوة الذي كان محمد علي أنشأه، ثم مجموعة من السرايات في عهد عباس الأول، الخمس سرايات الشهيرة، ثم الخديوي إسماعيل أنشأ قصر الزعفران الأول الذي أهداه إلى والدته خشيار هانم، لي كان مرورها بأزمة نفسية، وكان الأطباء أشاروا عليها أن هي تبقى في مكان هادئ ويزرع في هذا المكان بعض الزهور الجميلة ذو الرائحة الطيبة، فأشار عليها أنه هو يزرع نبات الزعفران ذو اللون الأصفر الرائع وذو الرائحة الطيبة في جنبات هذا القصر وجميع هذه الناحية. طبعا مرة أخرى عندما خلع الخديوي إسماعيل وترك مصر كان له من الزوجات الكثير، وكان منهم المخلصين له كانت بعد وفاته كانت جشم إفت هانم وجنان يار هانم، لقلت بالوراثة مجموعة أو إرثهم لهذا القصر، ثم أعادوا بناؤه مرة أخرى سنة 1901 ليكون أول قصر يبنى على روح حاكم من حكام مصر، ويكون لزوجتين أو لأرملتين يعيشوا مع بعضهما في هذا القصر وهم جشم إفت وجنان يار. وكان المصمم المعماري هو الأشهر في ذلك الوقت هو أنطونيو لاشاك، وهو في ذلك الوقت هو جنسيته إيطالي سوليفاني نمساوي، وهو كان متعدد الحرفية، وهو بنى كثير من المباني والزخائر والكنوز المعمارية في القاهرة الخديوية في ذلك الوقت، وكان من ضمنها قصر الزعفران الذي نحن في داخله الآن. ثم أهدي هذا القصر إلى روح الخديوي إسماعيل من أرملته، ثم بعد ذلك في فترات عديدة بعد ذلك تزوج هنا الأمير ثم الملك بعد ذلك فؤاد الأول، تزوج من زوجته الأولى شكار هانم وقضي هنا ثلاث سنوات، وأنجب في هذا القصر ابنته الأولى الأميرة فوقية، ثم طلقت منه شكار هانم في الحادثة الشهيرة طبعا اللي معروفة تاريخيا، ثم قال بعد ذلك بالوراثة لمجموعة من أبناء الأسرة العلوية. هنا في هذا القصر تم توقيع معاهدة 1936، في فترة من الفترات كانت وزارة الخارجية كانت هذا القصر يتبع وزارة الخارجية، وكانت ضيوف مصر من ضيوفها ومحبيها كانوا يمكثون في هذا القصر عند مجيئهم إلى مصر. قصر الزعفران له دور تاريخي هام في الحياة السياسية والحياة المعمارية المصرية، أعتقد أنه هو بوجود منارة جديدة بداخله تم إحياء هذا القصر بوجود متحف الزعفران لعرض أهم مقتنيات الحضارة المصرية في جميع عصورها. الآن يرمم القصر حتى يصبح منارة أخرى من منارات القصور التاريخية التي مرت على تاريخ مصر، مجموعة هائلة ورائعة من المقتنيات الأثرية مرورا بالحقبة الفرعونية أو المصرية القديمة، عرض أهم مقتنيات أو أهم كنوز حفائر جامعة عين
شمس مجموعة من التوابيت ومجموعة من القطع الأثرية الرائعة التي أعيرت من المجلس الأعلى للآثار خصيصا لمتحف الزعفران، قطعة رائعة صغيرة لتمثال هو الأهم والأشهر في الحضارة المصرية، تمثال إم حتب. ولمن لم يعرف إم حتب، هو المهندس والفيزيائي والفيلسوف في الحضارة المصرية القديمة، وهو خريج جامعة أون أو أيونو قديما، وهي أول الجامعات المصرية التي أنشئت، فكان لها الحضارة المصرية لها السبق دائما في أولى الجامعات. عندنا أيضا ورشة أو معروض ورشة للتحنيط وفكرة التحنيط في الحضارة المصرية القديمة، طريقة عرض المقتنيات اللي فيه، الجزء بتاعه لجزء مصر القديم وجزء محمد علي وعيلته، مقتنيات شخصية وأطباق وحاجات كتيرة الصراحة عن أول مرة اتعرض لها. المتحف مفيد جدا للناس اللي بتدرس في آثار وإرشاد سياحي، بالنسبة ان هو قريب لينا لأي متحف تاني وبنقدر نطبق فيه عملي على احنا درسناه. وجمال الشرح كمان على الحوائط، مثلا زي التحنيط، طريقة التحنيط ان كان بيتحنط الموميا لمدة 70 يوم للناس الطبقة العليا والملوك فقط. وكان جميل صراحة المقتنيات الأثرية والمومياوات وطريقة عرض الشيء والإضاءة الموجهة عليه، مخلية صراحة المتحف حتة مشرفة جدا من جزء من الجامعة. وأتمنى أن كل الناس تيجي تزور المتحف وتقول رأيه فيه، وأتمنى أن هو يعجب كل الناس. الواقع الافتراضي هي بيئة بنشأها الكمبيوتر بتجعل الناظر ليها بعد كده يحس ان هو موجود في مكانها بالظبط، وده بيسمى بالتواجد عن بعد. الواقع الافتراضي ليه فايده عظيمه جدا، ان هي بتنقل حدث ممكن في وقتها او تسجيل سابق ليها، فنقدر فيها نحافظ على الاثار بتاعتنا ان هي موجوده بصفه مستديمه موجوده عندنا، هي موجوده فعلا في الحقيقه وموجوده عندنا كمان بصوره ديجيتال، وممكن نقلها بالشكل ده عشان خاطر نعلن عن آثارنا الجميلة في جميع أنحاء الجمهورية، إن إحنا ممكن نواخد جزء منها لأي دولة تانية وتبقى حاجة زي جزء بسيط جدا نحسس فيها المشاهد إن هو أكنه موجود في نفس المكان بالظبط، يا إما من أسفل أو من أعلى، ويبين فيها صورة 300 صورة 3D، و3 ده يعني 3 أبعاد، يعني طول وعرض وعمق أو ارتفاع، والصورة دي بتشكل وضع بيكون المتفرج ممكن يلف حوالين التمثال أو الأثر ده بحيث إن هو يتمتع بجميع أوجه التمثال ده. بالنسبة للواقع الافتراضي بيبقى هو ده اكتر حاجه بقدر احسس بيها المتفرج ان هو بيعيش اللحظه في قلب الحدث فعليا، ممكن يبقى عن طريق الاثار او الاماكن السياحيه زي الشواطئ. عندنا مصر تمتلك ساحلين كاملين على البحر الاحمر والبحر المتوسط، يعني ممكن نستفيد منها استفاده كامله بشواطئنا الجميله، وممكن كمان نستفيد بأثارنا. احنا عندنا ثلث آثار العالم، ثلث آثار العالم، يبقى معنى كده ان احنا لازم يبقى عندنا ثلث سياح العالم للآثار. ممكن عمل الواقع الافتراضي بطريقتين، يا اما بيئة كمبيوترية كاملة، وفي الحالة دي انا بعملها انيميشن، يا اما بصور بكاميرا 360 درجة. 360 درجة، 360 درجة دي هي عبارة عن كاميرا فيها عدستين كل ناحية بتقيس 180 درجة من كافة الاتجاهات، بيكونوا صورة واحدة أو فيديو واحد. وفي اللحظة دي أثناء تصوير الكاميرا بترسل إشارة للموبايل أو لابتوب أو كمبيوتر، وبتبقى بالشكل اللي احنا نشوفه ده بشكل 360 درجة، بحيث ان انا اقدر أتجول داخل ما تراه الكاميرا، إن كان في وجودي جنب الكاميرا أو بعيدها عنها على المسافة اللي تقدر توصل منها الإشارة.